إذن تستمر جلسات المؤتمر، وننتقل الآن إلى الكلمة الرئيسة الأولى في المؤتمر حول اقتصاد المعرفة. كيف يمكن لاقتصاد المعرفة أن يسهم في إيجاد أو خلق المنافسة على صعيد التكنولوجيا والموارد البشرية والتدريب والاستكشاف؟ هي فقط جزء من بعض الأسئلة التي سيحاول الإجابة عليها المتحدث الرئيس الأستاذ أمين الناصر، وهو النائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في شركة أرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية. والأستاذ الناصر عقود طويلة من الخبرة في شركة أرامكو، حيث تولى مناصب عدة في الشركة، أبرزها منصب نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير، بعد أن شغل منصب المدير التنفيذي للمنطقة الإدارية لهندسة البترول والتطوير منذ 2005 إلى حين تعيينه في المنصب الحالي كنائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في شركة أرامكو السعودية. إذن الكلمة الرئيسة الأولى للأستاذ أمين الناصر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطلع هذه الكلمة لابد من وقفة امتنان واعتزاز، امتنان بإعطاء أرامكو السعودية الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر الفكري العربي المرموق، واعتزازا بقدرة عالمنا على الإنتاج الفكري المنظم والمؤثر، الأمر الذي ساهمت مؤسسة الفكر العربي في تأطيره وتأصيله نظرا لخبرة مؤسسها الثقافية وخبرة واختصاص العاملين بالمؤسسة من مختلف بقاع العالم العربي. في رأينا نحن القادمون من ثقافة البترول ومعامل الإنتاج والتكرير أن المستقبل الذي يضع العالم الآن خطوطه العريضة والدقيقة هو بالفعل الموضوع المناسب لهذا المؤتمر في هذا الوقت الذي يتطلب منا الاطلاع بمسؤولياتنا في مواجهة تحديات المستقبل، من أجل أن نضمن لأجيالنا العربية المقبلة مكانة رفيعة بين أجيال الأمم الأخرى. في هذا المؤتمر يمكننا أن نكتشف طبيعة هذه التحديات وأن نتدارسها ونتدبر أبعادها، لنتعرف على الفرص المتاحة لنا كأمة لنشارك في صناعة مستقبلنا ومستقبل العالم. ولكي نبلغ هذه الغاية من الضروري أن نعترف بأوجه القصور التي تعتري حياتنا وتؤثر في قوة وسرعة تحركنا نحو مستقبل أفضل. أيها الحفل الكريم، نعلم جميعا أن عالمنا العربي بفضل الله يتمتع بثروات وموارد طبيعية عديدة، لكن هذه الثروات ستفقد قدرتها على التأثير إذا لم تستغل استغلالا أمثل من خلال الاستثمار الحقيقي والمستدام في العنصر البشري. ولدينا في هذا الجانب ميزة استثنائية باعتبار أن التركيبة السكانية العربية تركيبة شابة، ومتى ما حظي شبابنا بنظام تعليمي متقدم ورعاية فكرية وثقافية واجتماعية ممتازة، فإننا سنخطو خطوة كبيرة لبناء قوتنا الاقتصادية التي تقودنا إلى ازدهار اقتصادي يضعنا كأمة على الطريق الصحيح في رسم المستقبل العربي. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أعرض عليكم خطة من 5 عناصر مترابطة لتحقيق الازدهار من خلال الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد وتطوير المعرفة. وأود أن ننظر إلى هذه العناصر الخمسة كمجموعة متكاملة،
حيث تشكل الموارد البشرية العامل المشترك فيما بينها. وهذا النموذج يتألف من الابتكار، التقنية، البحث والتطوير، الموارد البشرية، والتعليم المتميز. وتوفر هذه العناصر مجتمعة إطارا يتيح لنا الاستفادة الكاملة من أنشطتنا الاقتصادية التقليدية القائمة، وفي نفس الوقت يفتح لنا آفاقا جديدة للنمو والتطور. أيها الحضور الكريم، يتوقف ازدهار الأمم اليوم أكثر من أي وقت مضى على قدرتها في المحافظة على مكانتها الريادية العالمية في مجال الابتكار، فهو الذي يقود إلى تحويل العلم والتقنية إلى منتجات أو خدمات يمكن تسويقها إلى الآخرين. والابتكار هو العنصر الأول الذي أود التحدث عنه. لم يعد الابتكار مقصورا على الدول المتقدمة، فدول مثل الصين والهند والبرازيل دخلت وبقوة سوق صناعة المنتجات المبتكرة، ومع تحول مركز الثقل في مجال الابتكار من الولايات المتحدة ودول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي إلى الدول النامية، ستصبح الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك هائلة على المدى البعيد. هذا التوجه الجديد سيوفر فرصا مواتية كبيرة للدول العربية لتطوير ميزاتها التنافسية من خلال الابتكار. ويقودنا هذا التوجه الجديد في مجال الابتكار إلى التقنية، العنصر الثاني من عناصرنا الخمسة. لقد تغيرت آلية التطوير التقني كثيرا في الوقت الحالي مقارنة بالماضي. فقبل قرن من الزمان كان ذلك التغير نتاج ابتكارات عشوائية لمخترعين أفراد ومستقلين، غير أنه في عالم اليوم الذي يتسم بالمنافسة المتزايدة نجد أن الشركات والحكومات تركز جهودها على القيام بأعمال الابتكار بطريقة منظمة بغية تسريع خطط التقدم التقني، حيث تتطلع الشركات والحكومات من خلال مفهوم الابتكار المعاصر إلى نتائج الاستثمارات المنهجية في البحث والتطوير كطريق إلى الميزة التنافسية. أيها السيدات والسادة، إن العنصر الثالث من الخطة المقترحة هو الاستثمار في البحث والتطوير. فطبيعة التطور في عصرنا هذا تتصف بالسرعة والقدرة على التأقلم لتتلائم مع معدلات التطور. فمنذ 20 عاما كان التقدم العلمي كمحرك اقتصادي في العالم مقصورا على أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان، حيث يصدر عنها 95% من مجموع البحث العلمي في العالم. ولكن خلال 20 عاما الأخيرة رأينا تغيرا ملحوظا صنفه تقرير منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو عن عام 2007، حيث تضاءلت هذه النسبة إلى 76% فقط، بينما احتلت الدول الناشئة مكانا مرموقا في هذا المجال، وأخص بالذكر الصين والهند والبرازيل وبعض دول شرق آسيا وجنوب أمريكا. ويعلل التقرير هذا التغير بارتفاع نسبة استثمارات هذه الدول في مجال العلوم والتقنية إلى حوالي 3% من دخلها القومي، وهو استثمار استراتيجي جريء وحصين سوف تجني ثماره أجيالها القادمة. أيها الحضور الكريم، إني أستبشر خيرا، لأن ميدان البحث والتطوير يشهد اهتماما متزايدا في العالم العربي، ولكن الطريق ما زال طويلا. فبحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2010 حول التنمية البشرية في العالم العربي، بلغ متوسط الإنفاق السنوي على البحث والتطوير من قبل الحكومات العربية 1 بالألف من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة 2.5% في الدول المتقدمة. وكما تعلمون لم يكن هذا التدني في الإنفاق بسبب نقص في الموارد الطبيعية والإمكانات المادية في عالمنا العربي.
ولحسن الحظ فقد شهدت السنوات القليلة الماضية تقدما جيدا في مجال الدعم العربي لبحوث العلوم والتقنية، ومن بين أبرز تلك المشاريع البحثية هو تدشين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى هذه الجامعة إلى حلول ومبادرات علمية تهتم أكثر بهذه المنطقة من خلال عقد شراكات بحثية إقليمية وعالمية. ومن التطورات الإيجابية الأخرى في هذا المجال زيادة أنشطة التحالفات البحثية العالمية مع بعض الدول العربية، ومن ذلك صندوق الابتكار القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر في وزارة البحث العلمي المصرية، وكذلك صندوق الشرق الأوسط للعلوم في الأردن الذي انطلق العام الماضي ليشجع الأنشطة الإقليمية المتعلقة بأمن الطاقة والمياه والتقنية. وفي توجه جديد للتركيز على الإنفاق في مجال البحث والتطوير، أعلنت قطر أنها ستنفق 2.8% من إجمالي الدخل القومي على البحوث. ونشهد اليوم دلالات أخرى مشجعة على القدرات الابتكارية والتنافسية في الدول العربية، مثل القمر الصناعي الثاني لمراقبة الأرض المقرر إطلاقه قريبا لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستخدم البيانات التي يتم جمعها عن طريق الاستشعار عن بعد للمساعدة في تخطيط البنية التحتية والتنمية الحضارية. هذه الجهود البحثية المنظمة في مجال التقنية المتطورة يجب الحرص على استمرارها وتوسيع نطاقها لتشمل الجامعات والمعاهد المتخصصة والمناطق الصناعية، لأنها ستكون بمثابة محركات للتنمية الرئيسة في العالم العربي. ولا شك أن الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لن يتحقق له النجاح المشهود ما لم يعنى بإنشاء مؤسسات متخصصة ترعاها مجموعة متكاملة من اللوائح والقوانين التي تيسر على المبتكرين والباحثين تحقيق النتائج المرجوة منهم على نحو فعال ومؤثر، ودون عقبات تستنزف طاقاتهم وتحيد بهم عن تحقيق ما يعود بالنجاح على هذه المبادرات الواعدة. أيها الحضور الكريم، لقد تحدثت فيما سبق عن 3 عناصر أرى أنها ستقودنا إلى الازدهار الاقتصادي، وهي الابتكار والتقنية والبحث والتطوير. ولكن تلك العناصر لن تبث فيها الروح وتبدأ بالعمل والتكامل مع بعضها البعض إلا بوجود الموهبة البشرية، وهذا ما يقودني إلى تناول العنصر الرابع، وهو تطوير وتنمية المواهب البشرية. فمن المعروف على نطاق واسع أن تطوير الموارد البشرية يعد عاملا مهما في النمو الاقتصادي لأي أمة، بمعنى أن رعاية الموهبة البشرية وتوفير البيئة البحثية المناسبة سيقودنا إلى الاستفادة من الابتكارات والنت والتقنية ونتائج البحوث، وبدونها سنبقى مجرد مستهلكين لتلك الابتكارات دون الإضافة إليها. ونظرا لما تنطوي عليه مسألة العناية بالمواهب البشرية من أهمية قصوى، نجدها محل رعاية ومتابعة كبيرة من القادة وصناع القرار. وسوف يتحدث إليكم غدا زميلي الدكتور سمير الطبيب المدير التنفيذي للعلاقات بالموظفين والتدريب في أرامكو السعودية حول موضوع تنمية المواهب البشرية. لكن في إشارة سريعة إلى هذا العنصر، ينبغي التنويه بأن معظم سكان العالم العربي هم من فئة الشباب، على عكس البلدان المتقدمة التي تتصف قوى العمل فيها بتقدم العمر. وعليه فإن شعوبنا تملك إمكانات كبيرة على صعيد الإنتاج والاستهلاك، غير أن تلك الفئة بالرغم مما تتميز به من طاقات لن تستطيع وحدها القيام بدور المحرك للقوى الاقتصادية ما لم نوفر لها التعليم المتميز والتأهيل والتدريب الجيد، بالإضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية لاستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد. فقد أظهرت الدراسات أن على الدول العربية توفير ما مقداره
100 مليون وظيفة بحلول العام 2020 من أجل استيعاب الشباب. وتؤكد الإحصاءات على مدى أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة والفاعلة للتعامل مع هذا التحدي، أولا لضمان مستقبل مشرق لشبابنا، وثانيا تفاديا لحدوث أي هزات اجتماعية قد تلحق بالمجتمع من جراء تعطيل قدرات هذه الطاقات الشابة أو عدم استغلالها على الوجه الصحيح. ولضمان استعدادنا للتحديات التي ذكرتها للتو، أنتقل إلى العنصر الخامس والأخير وهو التعليم المتميز. تعلمون أن الاقتصاد العالمي بصورته التنافسية التي وصفناها لن يرحم الأفراد الذين توقف تعليمهم وتدريبهم عند المستوى الثانوي، وسوف تعاني المجتمعات التي لا تملك أعدادا كافية من خريجي الجامعات والدراسات العليا وبخاصة في التخصصات العلمية آثارا سلبية كبيرة. ومن أجل أن تنمو وتتطور اقتصاديات الدول العربية كغيرها من الدول الأخرى، من الضروري جعل الدراسات الجامعية من حيث التخصص مواكبة لمتطلبات التنمية الاقتصادية. وبطبيعة الحال فإن التعليم العالي يجب أن يستند إلى قاعدة تعليمية قوية تسبقه، بمعنى أن التعليم العالي يجب أن يبدأ في الواقع بتعليم مدرسي متميز في جميع مراحله من الطفولة وحتى المرحلة الثانوية. والواقع أن نوعية التعليم المدرسي هو العامل الأهم الذي يحتاج العالم العربي للتركيز عليه إذا أردنا أن نمضي قدما في المنافسة. سيداتي وسادتي، إن الاختبار الحقيقي لأي خطة عمل أو استراتيجية تنموية يتمثل في مدى واقعيتها ومقدار تطبيقها أو تجربتها على أرض الواقع. لذا دعوني أستعرض معكم تجربة أرامكو السعودية في تطبيق هذه الخطة في مجال أعمال التنقيب والإنتاج. من الصعوبات الكبيرة التي تواجه